جدد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت. وخلال اجتماعهما قبيل أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة في الدوحة، أكد الوزيران ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها، وذلك وفقا لتكليفها الأممية. كما أكد الرفض القاطع لمحاولة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وجدد شكري التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين الموجودين في رفح ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم. كما اتفق شكري ونظيره القطري على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.